المحارب او قلب الاسد، قول زي ما انت عايز تقول. واحد من رجاله النادي الاهلي مهما يغيب بيرجع هو اكرم. اكرم انا بحييك وبهنيك، ومستر بيتسو موسيماني في المباراه الاولى قال لك انا فخور بيك يا ماي بوي ابني، النهارده قال لك ايه؟ لا الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا اول حاجه، لعيبه رجاله عرفنا نكسب الماتش، اهم حاجه نفرح الجماهير، دي خطوه عديناها ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله وناخد البطوله. كابتن موسيماني اتكلم معايا بعد الماتش وقال لي ان انا مبسوط بيك وفخور بيك تاني برضو، فده حاجة تسعدني طبعا. يعني انا بلعب في مكان مش في مكاني، بس اي واحد بيلعب في اي مكان لازم يؤدي فيه 100%، والحمد لله توفيق ربنا سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد. يعني الحمد لله. اكرم دايما بنتكلم وبتقول لي يعني انا مهما ابعد بلعب بقلبي، بلعب بروحي، ومش عايز اكد عليها لان كل الجميع عارف حب اكرم توفيق للنادي الاهلي وحبه كمان ان هو يكون موجود في الملعب. بص يا روان اقول لك حاجه، الواحد لما بينزل بيتقي ربنا سبحانه وتعالى في شغله، ده اهم حاجه. الواحد بينزل لازم يؤدي دوره، لازم يشيل اللعيبه اللي معاه في الملعب زي ما اللعيبه برده هتشيلك في الملعب. بسمع التعليمات وبحاول ان انا انفذها بالشكل المطلوب، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ، ويا رب نتمنى ان شاء الله البطوله تكون من نصيبنا باذن الله. معين الشعباني بدل عليك حمدي الهوري شويه، لا الدنيا مقفوله، جاب انيس البدري، لا الدنيا مقفوله، مباراه كبيره ليك اكرم النهارده. لا والله الحمد لله، هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى، هي لما الواحد يبقى في حالته ما فيش حد يعني بيقف قصاده، بس الحمد لله رب العالمين، ده زي ما قلت لك برده ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ويا رب اتمنى الاستمراريه واتمنى ان شاء الله الماتشات اللي جايه اكون احسن واكون عند حسن ظن الناس. الشوط الاولاني انا عايز اقول المباراه الاولى كان فيها ضغوط كتير وكان فيها امور صعبه جدا، لكن انت كنت واحد من رجاله المباراه، اشاد بده مستر بيتسو موسيماني وايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ. والله يا رؤى دي حاجه تسعدني طبعا، بس انا عايز اقول لك على حاجه، هرجع برضو لنفس النقطه، ان اللعيب بيلعب في اي مكان تمام. طلبوا مني ان انا العب باك رايت، ما ترددتش عشان خاطر عايز العب وعشان خاطر الناس، بحارب عشان خاطر الجماهير وده مش كلام وخلاص، وبحارب عشان نفسي وعشان الناس اللي بتدعمني كل شويه، ويا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم دايما. شايف حب جماهير النادي الاهلي لاكرم توفيق ازاي؟ والله انا بشكرهم يعني على حبهم ليا، والله العظيم وانا كمان بحبهم، وبحاول بقدر الامكان ان انا ما بخلش بنقطه عرق عشان خاطرهم، ويا رب ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله اكون برضو عند حسن ظنهم. اخيرا واحنا على الطياره راجعين من تونس، قفشه قال لك انا هكون مدرب، ولو لما اكون مدرب انا عايز اللعيب اللي نوعيه اكرم توفيق. لما يبقى مدرب بقى. حبيبي يا روح لما يبقى مدرب حبيبي.